انطلقت فعالية تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة بمحافظة بورسعيد في نسختها الثانية التي تستمر حتى 5 ديسمبر القادم. وتعد الفعالية هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وتعتبر دعوة مجانية لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة والمصورين الهواة والمحترفين للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل ومنطقة ملاحظات بور فؤاد وبحيرة المنزلة، والتي سجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة والمهاجرة والنادرة، ورصد ما يزيد عن 5000 طائر بالبحيرة. زي ما حضراتكم شايفين النهاردة التفاعل الجميل من المجتمع، احنا يعني حرفيا بنغير في شكل المجتمع في بورسعيد، بننقله من سياحة اليوم الواحد لسياحة مراقبة الطيور، وده نمط سياحي جديد بتستهدفه هي تنشيط السياحة وبنشتغل عليه للسنة الثانية، والحمد لله من سنة لسنة التفاعل بيزيد. فالمرة دي المهرجان لمدة 7 أيام إن شاء الله بنستهدف زيارات أكتر وعدد أكتر للزائرين لمحافظة بورسعيد. احنا بنتكلم محافظة بورسعيد دي من المحافظات الهامة جدا للطيور. محافظة بورسعيد بتقع على خط هجرة رئيسي هو الخط الثالث للهجرة. مصر بيجي لها 2 مليون طائر سنويا، احنا بنتكلم في 4 خطوط هجرة رئيسية. محافظة بورسعيد بتقع على الخط الثالث، احنا بنتكلم على 500,000 طائر بيعدوا فوق محافظة بورسعيد. بيقعدوا في شرق بورسعيد في منطقة الملاحة، وبيقعدوا في غرب بورسعيد في بحيرة المنزلة ومحمية أشتوم الجميل. احنا بنتكلم على كنز بيقعد معانا من 8 إلى 9 شهور، احنا لسه ما استغليناهوش. ومصر فيها 34 موقع كنوز في مصر، احنا لسه عايزين نستغلهم. محافظة بورسعيد زي ما هي دايما هي النموذج الناجح لأي تجربة الدولة المصرية بتطبقها، هتبقى برضو سياحة مشاهد الطيور محافظة بورسعيد هي السباقة فيها، وهتتنقل لباقي محافظات مصر بإذن الله. طبعا احنا شايفين ان سياحة الطيور بشكل كبير والمحافظة على السلوكيات وهواة التصوير ليها رواج كبير جدا وعامل كبير جدا في جذب سياحة جديدة اسمها سياحة، هي موجودة في العالم، سياحة مشاهدة الطيور. طبعا زي ما حضرتك شايف في اعداد كبيرة جدا من الزوار لمدينة بورسعيد، في رحلات كتيرة بتيجي في للمجال ده، بيتواصل معنا ناس كتير من جروبات تصوير، احنا عايزين نيجي علشان خاطر نصور ملاحات بور فؤاد، نصور في محمية أشتوم الجميل. فطبعا ده حاجة كويسة جدا ان احنا في ظل الوضع اللي بيبقى فيه اوقات ركود، بنلاقي ان التنشيط ده بيساهم بجزء كبير في الدخل العام للبلد سواء بورسعيد او لمصر بشكل عام. احنا موجودين النهاردة في مهرجان بيرد سعيد اللي معمول مخصوص علشان مراقبة الطيور وتصوير الطيور، ودي نوع جديد من انواع السياحة اللي موجود هنا في بورسعيد، بينضم للسياحات الجديدة الكتيرة الموجودة هنا في بورسعيد، وده اضافة جديدة لبورسعيد وهيجذب انواع مختلفة من السائحين لمدينة بورسعيد.